السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. بالله عليكي لو دخلتي ما تخرجي الا لو دوستي لايك واشتراك في القناة وفعلتي جرس عشان كل جديد يجي لكم. عندي موضوع مهم. معانا ندى بنت اختي، للاسف كلب عضها جامد قوي، وهنشوف دلوقتي ايه اللي حصل معاها وايه سبب ان الكلب هجم عليها، لان للاسف بهدل لها رجليها خالص. تعالي كده يا استاذه بقى ورينا ايه اللي حصل، وريني رجليكي، بصوا عمل فيها ايه. وده على فكره يا جماعه كلب والله متربي، و بصوا ده كده هديت الجروح دي، هديت يعني، ده كانت فظيعة، كانت بتشر كلها دم. بس ايه بقى اللي حصل معاكي يا ندى؟ قوليلي. الكلب قطع السلسلة، واحنا طبعا احنا كنا بنلعب، فالكلب قطع السلسلة والقطة كان بيجري ورا القطة. بعدها هو طب قولي لنا الكلب ده ايه نوعه، ايه متربي من جيرمان، الشارع جيرمان يعني متربي؟ طب ما انتي بتلعبي كنتي مع الكلب ده يا ندى، عضك ليه؟ عشان انا جاية بمسك بقه، فهو غدر بيا، افتكرني ان انا بضربه او حاجة زي كده، عشان انا كنت بعمل كده برضو لكلبي، فهو طبعا عضني عشان وقعني. بقى بعدها بقى من فوق الرصيف وجحرتني يعني في الشارع. مسح بيك الأرض يعني. ايوه. بعدها بقى انا طبعا احساسي كنت وانا بتعض، انا معيطتش يعني، مشكلتي اللي انا معيطتش عشان انا يعني انت الكلب هجم عليكي وعمال يعض فيكي وعمال ماسك في رجليكي بالطريقة يعني اللي احنا شايفينها دي وما عيطتيش؟ امال ايه احساسك وانت بتتعض يا حبيبتي؟ ايه انا كنت بحس ان انا مثلا مت او فخدتي اتشالت اصلا، عشان قصدي غايبة عن الوعي يعني مش حاسة بحاجة، كأنك مش حاسة بحاجة يعني؟ كنت مش عارفة، في كانت حركة كده حصلت لي، فاللي هو انا مش داخلة وعي اللي انا بتعدى اصلا. كنت بقول عشان انا شايفة الموقف، فاللي هو في حاجة، في كانت في يعني مش عشان دريانة، انت الكلب بيهجم عليكي وشايفاه بس انت مش قد يعني ما مش قادرة تتكلمي، مش بعدها كده؟ انا بقى قمت، فطبعا انا ما قدرتش اسند على اصلا رجلي، عشان طبعا انا ما حسيتش، وجالي دوخة يعني، جالي تخدر في رجليا، فما عرفتش امشي. بعدها بقى فسندت على الناس وودوني طبعا البيت، وبعدها رحت المستشفى خدت حقنتين، وطبعا دي بشهور يعني، ب4 ايام اجازة مثلا وكده، وبروح اخد الحقن، فانا خدت حقنتين، فاضل لي 3، فان شاء الله بقى نشوف امتى الموضوع. بقى التلاتة دول؟ انت خدتي الاتنين في يوم واحد ولا كل يوم حقنة؟ لا، خدت واحدة امبارح، واحدة يوم 6، وفاضل لي يوم 10 و17 و1/5، يعني انا لسه فاضل لي مثلا كام يوم كده، يعني فاضل لي 3 ايام واخدها بعدها. طب والكلب ده بقى هتروحي له تاني؟ انا عشان انا كنت خايفة منه، فعلى اذا كان كده فانا ما على عنديش اي فكرة مبرر. الكلب ده يا جماعة كانت هي بتلعب معاه وبتمسكه وكل حاجة يعني، اهو غدر الكلب، غدر في ثانية وبهدلها كده يعني. الكلب برضو ملوش صاحب للأسف يعني. كلبنا بقى لو غادر بيا، يعني هو لسه غادر بيا الصبح، كنت بلعبه بالكورة، بدل ما يعض الكورة راح عض ايدي ويسيبها. لا ما سابهاش، رحت اديت له بشالوت سابها، يعني عارفة انت لا والله كمل يعني كمان عليا. انت كمان الكلب بتاعك غدر بيكي لا ده انت محسودة بقى. لا ما هو انا بديله الكورة كده، فهو طبعا ما شافش ايده، وهو بقه بسم الله ما شاء الله يعني كبير، فبدل ما يقفش الكورة قفش حتة وقفش بعدها ايدي بقى، اللي هو خلاص. فانا زعقت له فسابها، وضربته بعدها وقلت له طب خش افرض جوه. بقى ما سابش ايد حضرتك، زياد كان موجود الحمد لله، يعني كان هيسيبها، كنت هديله بالشلول، كان هيسمع الكلمة اصلا، انا كلبي هنا بيسمع الكلمة عشان كده. يعني انت الحادثه اللي حصلت لك دي ما حرمتكيش انك انت تلعبي مع الكلب لا بتاعك؟ عشان انا كنت خايفة منه، عشان هو كان يعني عضني واسكت، لا انا ثبت جنبيه، فلقيته غدر وعض، عشان انا كنت خايفة خلاص، عضني عضة في ايدي، بعدها قلبني بقى من فوق الرصيف، عشان انا طبعا خفت وطلعت اجري. يعني انا لو ما كنتش جريت كنت عادي، مش هيعمل لي حاجة، كنت هيثبت عادي. فطبعا هو غدر بيا، وطبعا لوشو كريم شاف الموقف، طلعوا يجري جوه، طلعوا ما يجري هي جوه. لوجي هي اللي جريت على باباكي وقالت له، انتي ولا كريم؟ لوجي لوجي جريت عليه قالت كريم له فضل الحق يتفرج ندى، عليك. ندى بتتعدي في الشارع والكلب مبهدلها. ما بابا طلع، فجي بيقول في ايه، ولقيته بيجري.
انا خبطت ورحت هبدا الازاز عم اشرف اتخض، فقلت له لا ندى بتتعض. فعشان كده بقى عموما الحمد لله وانك انت خدت الحقن، لانك لو ما كنتيش خدت الحقن كنت دمرتي. اه حصل خير والحمد لله على سلامتك. وتقولي ايه بقى لاي حد بقى عنده كلب، وتقولي ايه لاي حد ماشي في الشارع في كلب جنبه، تقولي له ايه؟ انا عن نفسي ما يخليه يمسك السلسله كويس، عشان ما مثلا هو الكلب شخص صاحبه ده بيكون عارف الكلب بتاعه بيحبش الاطفال فبيغدر بيهم، هيعضهم عادي. لو بيحب الاطفال فعادي بقى، لو عادي يسيب. طب وهو الواحد يعرف ازاي حبيبتي ان هو الكلب بيحب الاطفال ولا ما بيحبش الاطفال؟ اذا كان بنبقى ماشيين في الشارع والكلب بيهجم عليكي وانت ماشيه في الشارع ما فيش اي مشكله، المشكله ان ده كمان كلب متربي، يعني ده الفرق، ان مش كلب شارع من اللي هم موجودين هنقول ان هو مسعور، هنقول ان هو ملوش صاحب، انما ده كلب متربي وانت بتلعبي معاه وبتروحي له وبتمسكيه يعني هو كمان عضني عشان انا مش صاحبته، يعني انا لو صاحبته. امال انت ازاي بتروحي تلعبي؟ ما انا بشوفك بتلعبي معايا. ندى ايوه بس مش كتير، ده فين وفين عبيت ما بروح، فطبعا هو عشان انا مش صاحبته فبينسى ريحتي، فمش هيخليه يعني انا مش 24 ساعه بدخل له اكل وبشربه وبخرجه زي باتش. فطبعا باتش طبعا كمان لما بيجي يهزر معايا ما بيهزرش معايا جامد، ما بيغدرش جامد. انا الصبح لما غدر عضني بالراحه عشان عارفني، لو انا عضني جامد ايه ده يعني الكلب ده ارحم من كلبنا، الكلب ده ارحم من كلبنا بكتير. هو نوعه ايه الكلب ده؟ ده جيرمان وكلبنا بيتبول، فطبعا الكلب ده ارحم. يعني انا لو باتش كان هو اللي عضني انتي يبقى في عندي اصلا فخده، ما كانش هيبقى فيه اصلا. الكلب برضو ابو ريكس اللي هو مخلف ده طبعا، فعد اختي عملنا نورتين صغيرين، اختي جالها تخدر كده وكان هيغمى عليها فنامت في السرير كام يوم وايديها اتشنجت خرمين بسيطين، وبصوا دولت بقى يعني دي الحمد لله قمت ومشيت وكل حاجه، هي لا بقى. فيعني بصوا انا دي بصوا الكلب عامل ايه، يعني دي ارحم دمار، يعني دي ارحم بكتير، يعني الكلب ده ارحم من بتاعنا بكتير قوي. يعني انا مع نفسي انا افتكر انك انت هتقولي انا مش هقرب على اي كلب تاني، يعني لا انا ما عنديش، مش هقرب على اي كلب خلاص. انا خدت خفت منه فطبيعي لازم يعضني، انا خفت وهو بيشم ريحه الخوف فعض بيا. يعني انا لو وقفت جنبيه مسترجله وخلاص بقى، لو انت عضتني خلاص بقى انا هقف برضه. خلاص عادي هيمشي وهيسيبني عادي، هيكمل اللي هو بيعمله، بس انا خفت وطلعت اجري عشان لقيته عضني العضه بتوجع، فعشان كده جريت طبعا بقى. فعشان كده الحمد لله على سلامتك يا ندى.